رجع بقول هذا البرنامج مفتوح لفريق ناسي عجرم ليعرض في الوقت الذي هو يرغب. نفتح هذا الباب للطرف دكتور فادي الهاشم ونجمه، انا بشوفها نجمه ناسي عجرم، انه يتواصلوا معنا، ونحن موجودين بسوريا ومعروفه مكاننا، يعني ما عندنا مشكله مع حدا. وانا رح لب الطلب وبلش معكم بهالاشكاليه الظريفه، بانه فادي الهاشم هو اللي اخذ مسدس من هذا الشخص واستعمل مسدس المدعي واطلق عليه عده طلقات. هون عم بيقول لي بانه فادي الهاشم اخذ السلاح من يد المدعي عليه واستعمله، واستعمل هذا السلاح وقوس عليه بعده طلقات ناريه داخل المنزل، ووقع محمد الموسى قتيل داخل غرفه الجلوس. يعني اكدوا كمان مره ثانيه بانه غرفه الجلوس هي الاساس. تمام، كيف بالقضاء عم بيقولوا هذا المسدس خلبي، وهون عم بيقولوا لي المسدس اخذه فادي الهاشم من المجني عليه وقوسه وارضى قتيل في غرفة الجلوس. هذا التقرير الشرطة قال استغفل المدعي عليه واخذ الفرد منه اطلق عليه النار، هذا تقرير الشرطة 8 ومات بأرضه. فليان هاي القصة لازم تكون صارت في غرفة النوم مفروض. تمام، انا هاي النقطة بانه هل من المعقول يد الدكتور فادي الهاشم سحرية؟ حولت المسدس حسب تقرير الشرطة اللبنانية، الدرك اللبناني مو نحن، حسب التقرير قالوا بانه المسدس خلبي، وبالتقرير اللي كتبوه في البداية قالوا بانه فادي ميخائيل الهاشم استعمل مسدس بعد ان سلبه من المدعى عليه اللي هو المغدور محمد الموسى، استعمل هذا السلاح وأطلق على المغدور محمد الموسى النار، وقتل محمد الموسى بسراح لونه جردوني كان بيد المغدور عليه في غرفة الجلوس. مع هالشي في نقطة تانية تذكروا بأنه الطلقات الفارغة كانت بأكثر من مكان حتى بالممر وليس فقط في غرفة الجلوس. ناسي عجرم ذكرت بالتقرير بأنه كان في غرفة النوم، ورجع تم ذكروا بأنه تم مقتله في المطبخ. كتير أمور متناقضة، نحن لهلأ ما عرفنا عنها أي شيء. هاي حتى القضاء أنا ما سمعته لليوم حكى عنها أي شيء، حتى المحامي اللي كنت أنا بتواصل معهم ما حكوا لي بهذا الموضوع نهائياً وما حتى انتبع هاي النقاط للأسف. لطالما كان فريق المدافع عن محمد الموسى بيشوف تناقضات كتيرة وكبيرة عند فادي ونانسي، والإجراءات القضائية اللبنانية تشير إلى وجود كذب وتآمر وتضليل، بس ما كانوا يذكروا تحديدا شو هي هالتناقضات. كانوا يقولوا انه في تناقضات، بالمقابل نسمعهم يذكروا اعتراضات على تحقيقات ويطرحوا اسئلة كتيرة عليا كيف ومين وليش، ولكن كلمة تناقضات ما كانت تغيب عند كل تصريح من قبل الفريق المدافع عن محمد الموسى. رهاب بيطار كانت تقول انه التناقض هو اللي خلاهم يلموا بعضهم ويجمعوا بعضهم للدفاع عن محمد، هذا الانسان البريء والمظلوم والمقتول غدرا وظلما وعدوانا. حلوى الدروب بتبنت نفس الكلام. انا كنت متصورة انه التناقض باقوال فادي ونانسي، وكنت متوقع يجيبوا لنا كلام سابق يليه كلام لاحق يبين لنا التناقض المزعوم. أتاري التناقض عندهم بين الأقوال والأفعال والأحداث. حلا أعطت تفصيل لدرجة أنه وصلت لمرحلة صارت تقول أنه فادي ونانسي بيقولوا شي، وتقرير الطبيب الشرعي بيقول شي، ومحضر التحقيق الأول بيقول شي، والرواية الكاملة بتقول شي. بتاريخ 11/4/2020 رامي الهندي وحلا والدروب طلعوا بفيديو على اليوتيوب ونسبوا لمحضر التحقيق الأول هالكلام، إن الدكتور فادي استغفل محمد الموسى وأخذ السلاح من يده واستعمله بعدما سلبه من محمد، وأطلق النار على محمد وقتله بسلاح لون جردوني كان بيد محمد. وادعوا إنه محضر التحقيق الأول اللي وصف محمد ساعة بالمدعي وساعة بالمدعي عليه، هيك من دون وعي ومن دون تركيز. وما اكتفيوا بهالشي بل عملوا مقارنات بين محضر التحقيق الأول وبين الرواية الكاملة فتبين لهم ما يلي. محضر التحقيق بيقول القتل حصل بسلاح محمد، الرواية بتقول القتل حصل بسلاح فادي. محضر التحقيق بيقول القتل حصل في غرفة الجلوس العائدة للأولاد، الرواية بتقول القتل حصل في غرفة الجلوس العائدة للأولاد، نانسي بالرواية بتقول القتل حصل في غرفة النوم.
أنا ما رديت على هالكلام وقلت لابد إنه يطلع أحد اليوتيوبرز ويرد عليهم، ومن المؤكد إنه حلا ورامي أخدوا علم بسوء الفهم والالتباس اللي حصل معهم. وبالفعل توقفت حلا عن ذكر هالكلام لحوالي سنتين، واكتفيت بذكر الموضوع تحت تسمية التناقضات من دون ذكر التفاصيل. وإذ بتاريخ 11/1/2022 وبعد ما طلعت الرواية الكاملة اللي فادي شرح فيها الأحداث بالتفاصيل، بترجع حلا بتذكر موضوع التناقضات وبنفس التفصيل للإعلامي أحمد الدرع، وبتردد نفس الكلام اللي قالته مع رامي الهندي بنيسان 2020، وبتقول له محضر التحقيق قال استغفل فادي الهاشم المقنع وأخذ المسدس الخلبي من يده وأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلا. حتى بهذا التقرير بيقول انه بعد استجواب الدكتور فادي الهاشم قال انه كانت المواجهة داخل غرفة النوم تبعه، واستغفل فادي الهاشم المقنع وأخذ المسدس الخلبي من يده وأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلا. لكن الوقائع ترجع بتقول إنه هو لا، صار التصادم أول شيء بالكوريدور، يعني الممر اللي بيوصل لغرف نوم الأطفال. إذا كان كلام المحقق، يعني لما سأل الدكتور فادي عن الذي حصل وكان عنده هالغياب الكامل للوعي تماماً، يعني 180 درجة، يعني انعدام بالوعي لحتى يقول له إنه أنا أخذت منه المسدس هون بغرفة القعدة، ورغم إنه هو مسدس إداحة وأطلقت عليه النار وقتلته، طيب فراغات الطلقات اللي انوجدت بغرفة النوم من وين إجت؟ أو اللي انوجدت بالممر تبع غرفة النوم لغرفة القعدة الفوقانية من وين إجت؟ والله أنا شايفة إنه الغياب الكامل والانعدام الكامل للوعي هو عندك أنت، لأنه لا فادي الهاشم قال هالكلام ولا منظم المحضر كتب هالكلام، بل هو تفسيرك أنت. جملة واحدة عملت منها رواية وجدل طويل عريض وإشكاليتين وشبهتين. الإشكالية الأولى إنه فادي قتل محمد بسلاحه الخاص جلوك 17 أم أخذ السلاح الخلبي من يد محمد وقتلوا فيه؟ والإشكالية الثانية، القتل حصل بغرفة الجلوس العائدة للأولاد أم في غرفة نوم فادي ونانسي؟ بكل مرة بتطلع حلا وفريقة لطرح إشكالية وشبهة بأكدولنا صحة نظرتنا إلون، وهي أنه الجهل وسوء الفهم ونقص المعلومات واستباق الأمور وعدم كفاءة المحامين الموكلين عن عائلة الموسى والصيد بالماء العكر وطرح شبهات غير موجودة كانت السبب بالحالة اللي عايشها ولا زال بيعيشها فريق الموسى لغاية اليوم. بس أنا طالع عبالي أعرف وأسأل حلا ورامي وين قريوا هالكلام بمحضر التحقيق الأولي. أولاً محضر التحقيق الأولي كان مكتوب بخط اليد وأغلب الكلام اللي فيه كان غير مفهوم. ثانياً العبارة المذكورة بالمحضر هي على الشكل التالي: فاستغفله واستحصل على مسدسه الحربي وأطلق عليه عدة طلقات نارية. فاستغفله، الدكتور فادي هو اللي استغفل اللص، واستحصل على مسدسه، الدكتور فادي هو الذي استحصل على مسدسه جلوك 17 الحربي وليس المدعي وليس المدعى عليه، فأي مدعي ومدعى عليه في تلك الأثناء. ثالثا المحضر لم يشرح التفاصيل. رابعا الملف ما فيه ولا ورقة كاملة مكتملة بحد ذاتها، كل ورق الملف كل وحدة منهم بتكمل التانية حتى يصبح الملف كامل وجاهز للحكم. طبعا أنا مش عم بقول إنه هذا ما يجب أن يكون أو هذا هو القانون، ولكن عم بقول هذا هو واقع الملف. لذلك محضر التحقيق لم يذكر الأقوال والأحداث بالتفاصيل. خامسا لماذا كل هذا التجاهل والتعامي والتغابي وعدم الاحترام المقصود للإجراءات القضائية اللبنانية؟ النيابة العامة ما استدعت الدكتور فادي وحققت معه ونظمت محضر؟ قاضي التحقيق الأول ما استدعى الدكتور فادي وحقق معه ونظم محضر؟ القصة كلها مش مذكورة بتفاصيلها بالرواية الكاملة؟ وهيدا أكبر مستند يفصل الحادث ويضم إلى باقي المستندات الورقية؟ سادساً
المحضر قال إنه القتل حصل بغرفة الجلوس وليس في غرفة النوم، ونانسي قالت إنه القتل حصل بأوض الأولاد، والباب اللي دخل منه محمد يؤدي إلى غرف الأولاد سواء غرف نوم أو سيتينجز روم أو حمامات. بس أنا بدي أعرف وين قريت وين سمعت حلا إنه نانسي قالت القتل حصل في غرفة النوم، ومع ذلك النيابة العامة أغفلت عن هذا الموضوع، وقاضي التحقيق الأول أغفل عن هذا الموضوع، وحلا والدروب هي واحدة الواعية على كل المواضيع. ما شاء الله على قلبها سابقة سنة. حلا ليش مدخل تقرير الطبيب الشرعي ومحضر التحقيق الأولي والأقوال والأفعال والرواية ببعضهم وعملت لي منهم شربوكة، وعم بتقارن بيناتهم حتى تستخرج قصص وروايات وتنبش أدلة وإثباتات من تحت الأرض على وجود تناقضات بين الأقوال والأفعال والأحداث تثبت الكذب والتضليل والتآمر؟ إذا حالة ذهبت للمحكمة بهذا الكلام، أكثر ما يمكن للقاضي يعمله هو أنه يستوضح الأمر من منظم المحضر أو فادي. وبالفعل حالة تواصلت مع القاضي وعرضت عليه هذا الكلام، فقال لها قدم المعطيات بواسطة المحامي عماد رحال. ولا شك أنه القاضي استفسر حول هذا الموضوع لأنه الإدعاء مش إدعاء بسيط، فعارف أنه هذا شغل حلا وفريقة، شغل ناس مش واعيين ومش مركزين ومش عارفين ومضيعة للوقت. وكان معتقد أنه حلا رح تقدم له ورقة أو عريضة أو ليحة أو مذكرة. طلعت عم تلعب وتلاعب فادي والقضاء وعملت لهم ملف بالتفاصيل الدقيقة والمملة، ليش قال وليش ما قال وليش عمل وليش ما عمل، تخلق قصص وروايات وهمية وبتنبش أدلة نبش من تحت الأرض. وزعلانة كيف القاضي ما أخذ الملف من المحامي عماد رحال، ما أكيد ما رح ياخده من بعد ما عارف إن مرة خرفانة عم تلعب وتتسلى وتصطاد بالماء العكر وعم تضيع وقت القضاء. تشكر ربها إنه ما أخده، هيدي فضيحة وبهدلة إلها. وأنا تواصلت مع القاضي نقولة منصور وذكرت ما هو طلب انه نحن نقدم كل المعطيات عن طريق المحامي، وهذا طبعا انا بحترمه جدا على هذا الكلام وعلى هذا التوجيه لانه هذا التوجيه الصحيح والقانوني، لكن هو رفض استلام الملف من الاستاذ عماد رحال واصدر القرار الظني. رفض استلام الملف، يعني هو قالكم عن الملف ولكن قانونيا لا يحق له قانونيا انه ما يستلم الملف، لكن غير مجبر انه ياخذ بالملف. كل هدفه انه تغير مجرى القضيه قبل ما يصدر قاضي التحقيق قراره، حتى ما يصدر قرار بالدفاع المشروع عن النفس بل يصدر ادانه. لهذا السبب قالت وبالرغم من ذلك القاضي ما اخذ الملف من المحامي عماد رحال واصدر قراره، وهيدا اللي حصل فعلا. ردل الملف مع الشكر وأصدر قراره وموضح للكلام بالقرار الظني على الشكل التالي: بعدما سمع المرحوم موسى أصوات العمال تنادي المدة عليه اللي هو الدكتور فادي، توجه إلى غرفة أولاد المدة عليه فاستغل الأخير اللي هو المدة عليه الدكتور فادي الوضع وأحضر مسدسه ولحق بالمغدور وباشر إطلاق النار فور وصوله إلى ممر غرف نوم أولاده باتجاه محمد الموسى زودا عن أطفاله فأرداه قتيلا. فالست حالة عم تشتغل بواسطة المحامين الموكلين عن عائلة الموسى، والمحامين مش طالع بإيدهم شي، عارفين أنه محمد مذنب، فتركين الموضوع لحالة تلعب وتتسلى فيه وهن بيروحوا شكليا على المحكمة. وبعدين مين اللي قال أنه الجد كانت بالمطبخ؟ فريق الهاشم والإجراءات القضائية؟ مش أنتوا فريق الموسى اللي طلعتوا وطلعتوا هالكذبة والإشاعة؟ بس لأنكم شفتوا ورا الجتة درف اعتقدتوا أنه هي درف مطبخية؟ وهيدا هو التناقض يا أعزائي اللي خلى رهاب بيطار وحلا والدروب يلموا بعضهم ويجمعوا بعضهم للدفاع عن هذا الإنسان البريء المظلوم الفقير الذي قتل ظلما وغدرا وعدوانا. طيب هيدا كلام مقبول عادة بالمحاكم؟ في إنسان الله مكرمه بالعقل والعلم وإن كان بشكل نسبي بيقول هالكلام؟ التناقض هو اللي دفعهم أم الجهل وسوء الفهم وعدم المهنية هو اللي دفعهم؟ يعني إذا بدي أشتغل أستاذ مدرسي وهذا فحص امتحان وبدي أحط علامات، يعني بجوز أعطيهم 2.5 من 10. أنت رح تستحي حلا على شيبتها وتحترم نفسها وتحترم الناس وتنزل من علياقة
وتبطل بخ سموم الأفاعي، وتتوقف عن تمثيل دور المدرسة اللي عم تمتحننا وتحط لنا علامات، لأنه علاماتها هي ما بتأهلها تكون صاحبة علم واختصاص، تعمل اختبارات ودراسات علمية وبتطلع منها بنتائج. حالها رسبت بالامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وحالة هي اللي أهانت نفسها بنفسها. أنا هون بدي نوه شغلي، يعني أنا يمكن واحدة من الأشخاص اللي تعرضت لكثير من يعني محاولات الذم والقدح والأذية من قبل كتير أشخاص على اليوتيوب، سواء كانوا ما بيعرفوا ربهم وين حاطون، أو سواء كانوا من فريق الدكتور فادي الهاشم والفنانة ناسي عجرم على وسائل التواصل. مين قصدك مش عارف ربه وين حاطه؟ قصدك عماد الدين دحدوح؟ مظبوط، وفعلا مش عارف وين ربه حاطه، بس يا ترى انت عارفه وين ربك حاطك؟ ليش في انسان طبيعي بيقول الكلام اللي انت عم بتقوليه وبيكون عارف وين ربه حاطه؟ عماد الدين دحدوح وان كان بيشبهك، وما بدي استعمل الفاظ تانية، وان كان عم بيدافع عن مجرم مثل ما انت عم تعمله، الا انه كشفك. لما تكونوا متصالحين بتكونوا متفقين على الكذب واذية خصمكم، لكن لما بتختلفوا بتهاجموا بعضكم وبتفضحوا بعضكم، وإن كنتوا عم بتدافعوا عن نفس المجرم إلا أن الخصوم اللي بيناتكم خلته يفضحك. أنتوا ما بتقدروا تكونوا صادقين إلا لما تكونوا متخاصمين. لما تكونوا متفقين بتتفقوا مع بعضكم على الكذب، ولما تصيروا متخاصمين بتكشفوا بعضكم وبتفضحوا بعضكم، وساعتها بتقولوا الحق. في إشاعات رغم كل هذا اللي عم بتقولي حضرتك، في إشاعات عم بيقولوا أنك أنت فعليا من فريق ناسي عجرم ولست من فريق محمد الموسى، ولكن تمثلين ما تقول. ايه غريب جدا، هو هذا عامل مضحك تماما، يعني انا ما بعرف على شو تم الاستناد. حالة مستغربة وعم بتقول على اي اساس عماد بيقول عنا عميلة وجاسوسة نانسي. طبعا انا مش عم دافع عن عماد، ولكن لما حالة تطلع تحكي كلام ناس خرفانين فاقدين الوعي والبصر والبصيرة تماما، فكيف عماد ما بده يشوف فيها قوة لفادي ونانسي؟ ما هي كل ما حاولت الافتراء عليهم، كل ما ثبتت براءتهم وإجرام محمد والمدافعين عنه. حتى عماد اللي عم بيهاجم حلا هو نفسه عم بيستعمل مع فادي ونانسي نفس الطريقة اللي عم تستعملها حلا، الافتراء، وعم بيعطيهم دعم وقوة أكتر. ما اتنيناتهم كل ما افتروا على فادي ونانسي كل ما عطيهم قوة. يا ترى مين الفائد الوعي والإدراك بشكل كامل، ومين اللي مش عارف ربه وين حاطه؟ هاي كانت أول طلقة اللي أصابته بساعد اليد هون اليمين، دخلت من هاي الجهة من الأمام وخرجت من الخلف، وتنتين هون دخلوا بسرير البنت والباب مسكر. وبقية الطلقات أطلقها فادي الهاشم 15 اللي أصابت جسد الموسى بعد هاي الطلقة، هو بداخل غرفة القعدة الصغيرة اللي هي فيها تلفزيون، أو مسمينها غرفة التلفزيون أو إلى آخره. فهون كمان في تناقض بالكلام، يعني ما بين تحقيق الشرطة ومعاينتها للمكان وتحديد مكان الطلقات الفراغات اللي كانت موجودة، اللي جزء منها كان بغرفة النوم، نوم يعني الدكتور فادي، جزء منها كان بالممر، وجزء منها كان بغرفة القعدة. فهون صار في تناقض. يعني عن جد والله غريبة الأطوار هالمرة، مع أنه طلعت الرواية الكاملة وفادي شرح التفاصيل. ما هي العبرة لفادي، هو اللي بده يمثل شو صار معه، هو اللي بده يشرح مش حلا. وفادي شرح كلام مطابق للواقع ومطابق لمحضر التحليل الأول ومطابق لتقرير الطبيب الشرعي. كيف هي عم تشرح هيك كلام على مزاجها وبتقلك في تناقض؟ لا بس أظرف شيء بالموضوع هو غرفة التلفزيون، إنه إنسانة متعلمة مثقفة وتمارس مهنة الخبرة الجنائية برتبة دكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية بس بتقول تلفزيون. وحتى تتأكدوا من الهزل اسمعوا هالكلام. تقرير الصحفي تبعها بالمؤتمر الصحفي ذكرت بأنه هي اللي قامت بالاتصال بالوالد ومن ثم بالشباب اللي إجوا، ولكن تبهتي الغريب بالأمر ما وصل والدها لنانسي عجرم، وصلوا الشباب قبل والد نانسي عجرم مع أنه هو ساكن قريب عليهم. يعني إذا كان أحمد الشوفير ساكن بجنينة عنده بأوضة، وبيا ساكن على بعد 250 متر، ليش بيا بده يوصل قبل أحمد؟ بس لأنه اتصلت ببيا قبل أحمد؟
من شو هالمنطق الأعوج؟ من لما الكاميرات الفيديو فرجتنا دخول المقنع على البيت ولحظة المواجهة، لما الفنانة ناسي عجرم أخذت التليفون ودخلت إلى الحمام، قامت بالاتصال بأبوها، بعدين اتصلت بالحرس، بعدين اتصلت بالشرطة، وبعدين هذا وصل لشرطة جبل لبنان. شرطة جبل لبنان بعثت البلاغ لشرطة ذوق مصبح، وذوق مصبح بعثت دورية على البيت. إذا بنحسب الأزمنة المسجلة المدونة والأزمنة اللي بتحتاجها يعني لحتى تعمل هي الاتصالات ولحتى توصل لمكان الحادث، ما بتزبط معنا المعادلة، ما بتطلع مزبوطة، ما فيها طرفين المعادلة ما بيتفقوا. فبهي النقطة يا المحقق شربل عم بيكذب، يا شرطة جبل لبنان عم بتكذب، يا شرطة ذوق مصبح عم بتكذب، يا الفنانة ناسي عجرم عم بتكذب، يا الدكتور فادي الهاشم عم بكذب. يا أما أنت في وش براسك؟ أنا ما عم بتهمهم بالكذب، أنا أقول يعني أحد هاي السيناريوهات كاذبة ما أنا صحيحة، يعني حتى يكون غير متطابقين مع بعضهم، هون في علامة استفهام كبيرة. غفلت عن النيابة العامة، وكذلك الأمر غفل عنا قاضي التحقيق الأول القاضي نقولة منصور. حتى بدها تدقق بالتوقيت، بوقت دخول المقنع على الفيلا، وبوقت اتصال نانسي بولدها، بوقت اتصالها بأحمد، وبوقت اتصالها بقوى الأمن، بوقت حضور قوى الأمن، بوقت كتابة تقرير الطبيب الشرعي، وبوقت كتابة محضر التحقيق الأول. إنه شو هالشطارة والحنكة هيدي، ولوين بدها توصل؟ معقولة من خلال هالشي نكتشف إنه محمد بريء يعني مثلا؟ وكمان زعلان من القاضي نقولة منصور، كيف ما بياخد الملف من المحامي عماد رحال؟ ما خلص طفح الكيل منك ومن عماد رحال. صار الحكيم يعني اتصلوا بالدرك واجوا التحري وشعب المعلومات كلهم اجوا، كنا انا والامان والشباب وهيك، اخذوا تليفوناتنا دغري اول باول اخذوها. اجوا قوى الامن، اجوا الاستقصاء او المعلومات او ما بعضهم يعني، اجا تحريه، اجا كثير ناس وصوروا ويعني شافوا كل شيء على الحيطان، الرصاص والامور كلها. هيدا المقطع موجه للتيتا حلا بمناسبة عيب الشوم على المستوى المنحط اللي وصلنا له بمجتمعاتنا، يعني اسم الله عليك وعلى مستواك، اسم الله على مستوى عائلة الموسى ولا مستوى محمد الموسى، شي بيشرف، وبالأخص مستواك أنت العلمي والثقافي والأخلاقي، فيك كل العلوم وكل المعارف وكل التخصصات، مطلع اطلاع كامل وشامل ومحيطة بكل كبيرة وصغيرة، منشوفك بتفهمي بكل شي، بتمثل كل الأدوار، بتلعب بدور خبيرة ودكتورة الأدلة والعدالة الجنائية والأمن القومي ومحققة جنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتفهمي بداتا الاتصالات، وبتفهمي بصور الساتلايت، وبتمثلي دور المحامين، وبتواجهي وبتهاجمي الإعلاميين والفنانين والمحامين والقوى الأمنية والطبيب الشرعي والقضاء برمته بما في النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم وحتى عامة الناس، وبتفهمي بالقوانين وبالأصول وبالأعراف القانونية. شو هالنفخة الكذابة هيدي؟ بدك تعيبي على الكل، وبدك تعلمي على الكل، وبدك تعطي دروس للكل بالكل، كان لازم تقوله ما كان لازم تقوله، كان لازم تعمله ما كان لازم تعمله، انه انت شي كتير مهم يعني. وما اكتفيتي باتهامهم بالجهل وبالإهمال وبالتقصير، بل تعديتي لاتهامهم بالكذب والتخاذل والتآمر والتضليل المقصود. طبعا مش عاجبك مستواهم، بلدك ولاد بلدك اولى فيكي حتى تحسني لهم مستواهم، بتمارسي افعال التهكم على الغير، وبتستخفي فيهم وبتنظري لهم على انه سخفاء، وبتضحكي عليهم، بتسخري من رواية فادي ونانسي، وبتسخري من الاحداث، وبتسخري من الاشخاص، وبتقللي من اهمية الحدث بشكل غير محترم وغير اخلاقي وغير شريف، حتى تخففي على نفسك وعلى فريقك الحمل اللي محمد حمالكم اياه. ولا التعالي والتمرد، عندك تعالي وتمرد على القضاء وعلى الشرطة، وبتقولي هذا مضحك وهذا سخيف وهذا مخجل وهذا معيب وهذه فضيحة وهذا مخزي، واللي استحوا ماتوا، بكفي فضايح، بكفي استهزاء، بكفي مهزلة، بكفي استهانة بأرواح الناس، ويعيب الشوم على المستوى المنحط اللي وصلنا له بمجتمعاتنا. شو هالكلام هيدا كله؟ حتى لو كان هيدا صحيح، مش هيك بيحكوا المحترفين والمحترمين؟
انت مفكرة انه الاحترام بس بالالقاب لما تقولي دكتور فادي والفنانة نانسي، لدرجة انه ما عدنا عم نشوفك عم تشتغلي شغل خبيرة، صرتي بتشتغلي بكل شيء الا بالخبرة الجنائية، بتشتغلي شغل خارج تخصصك، بالاخر بتتحولي لمحامي دفاع. اللي انت عم تشتغليه هو شغل محامي دفاع، بيكون عنده معلومات ومعطيات بيستنتج منها وقائع وبيبحث من خلالها على أدلة بتبرئ موكله، وبيقدر يختلق روايات غير واقعية وحتى يزور أدلة، مش مشكلة. هو محامي، إما بيكون شريف وإما غير شريف، هيدا شي بيتعلق فيه هو. بس أنت خبيرة جنائية مكلفة بمهمة محددة بتكون نتيجتها كتابة تقرير جنائي، شو إليك بهالموال هيدا كله حتى تجي تحطي لنا حكايات وروايات؟ تركي هالدور للمحامين. وكله كوم، والتكبر والعنجهية عندك كوم. لما تقولي أنا بحب أوضح أنه نحن فريق الادعاء، نحن فريق الاتهام ولسنا متهمين، نحن لا ندافع عن محمد الموسى، نحن نتهم فادي الهاشم بالقتل، هيك بكل تكبر وغرور وعنجهية. اشتغلي شغلك مش شغل غيرك. شي مرة جبتي لنا اختبار علمي؟ بس شاطرة بالادعاءات، أنا وأنا وأنا وأنا، وبتحكينا عن الفورنسيك بدون ما يكون في بإيدك أي شيء ملموس، بتعملي عليه تحليل واختبار، مثل مضبوطات جسد القتيل، ملابس القتيل، سلاح القاتل، الرصاص، مكان الحادث. قاعدة بس تجزم بناء على معلومات عن الرصاص وعن المسدس وغيره اللي وصلتي له عن طريق التسريبات الإعلامية وغير الإعلامية، من دون ما تعملي عليها أي اختبارات. قاعدة بالولايات المتحدة الأمريكية، لا شفتي ولا سمعتي ولا عرفتي، اتكلتي على كلام فلان وكلام علتان، واستندتي على المعلومات اللي جمعتيها من هيدا وهيداك، وعم بتحللي وتستنجي عن بعد وعن عمى من دون ما تعملي اختبارات ملموسة، وقاعدة بتنظري علينا بس شاطرة تسألي لماذا ولماذا ولماذا، لماذا لم يتم، ولماذا تم العبث بمسرح الجريمة، ولماذا تم العبث بالجثة، ولماذا تم إخفاء وتزوير الحقائق، وبتنظري عن بعد وبتتهمي الناس وبتعيبي عليهم عملهم. بس بالمقابل أنت ما بعمرك جبتي لنا تحليل فني واحد ملموس على أرض الواقع بيخبرنا كيف اكتشفتي مثلا وجود ثلاث أسلحة وبالتالي ثلاث مقنعين. بتقولي تم استخدام برامج معترف بها دوليا، بس ما بتفرجينا هيدي البرامج ولا كيفية العمل عليها ولا النتائج الحاسمة اللي بتخرج منها. والفضيحة الكبيرة هي لما بنكتشف انه معلوماتك خاطئة او ادلتك مزورة، بتزيد عليها شغل عصابات، خاصة فيما يتعلق برصاصة 9 ملي و 40 ملي، حتى يطلع الاخ حسن الحسن ويعمل فيديو ويبين فيه بالدليل القاطع جهلك وعدم علمك وعدم خبرتك. فكيف بتكوني خبيرة جنائية بتعملي اختبارات علمية بالطرق العلمية؟ إحدى الطلقات التي طلعت من فوق الكلية اليمين اخترقت الرئتين والقلب وطلعت من الجسم وضربت العدد الأيسر وكسرت العظم بالعدد الأيسر، يعني الجزء العلوي من اليد ومن عفوا من الساعد أو من الذراع عفوا، وطلعت من الجهة الأخرى، هي لا يمكن تكون من مسدس الجلوك 17. شو هي عيار؟ يعني عم نحكي 40 أو 45، أو هي إذا كان فعلا تم الإطلاق من المسافة اللي قال عنها فادي الهاشم، أو حتى لو كان الإطلاق يعني بمسافة أقرب، لا يمكن لطلقة 9 ملي إنها ما عندها هي القوة، وخاصة لما خلطي بين الرصاصة المتفككة والرصاصة المتفجرة واعتبرتيهم رصاصة واحدة، حتى طلع لك من يعطيك دروس بالعلم الجنائي والخبرة الجنائية. على الأقل كان هناك في 3 مسدسات تم استعمالهم بقتل محمد الموسى. أنا شايف شيء جديد، قبل كنا بمسدسين، اليوم كأنه في معلومات زايدة عند حضرتك، عم تقولي لا 3 مسدسات. لا أنا ذكرت 3 مسدسات بالسابق. لا على مسدسات. الأقل يعني ممكن يكون أكثر. ممكن. طب ليش حضرتك على إيش بنيتي هذا التحليل؟ معلش يعني ليش 3؟ شو المعطيات؟ هلا هو
واضح تماما. انا ذكرت بالمقابله السابقه انه الطلقات اللي بسموها المتفككه او المتفجره باللغه العربيه او اللي هي الهولو بوينت، هذا طالما عندك وجود هدول النوعين من الطلقات، الفول جاكيت يعني الطلقه العاديه والهولو بوينت المتفككه او المتفجره بجثه ضحيه، صرنا معنا مسدسين. هي قولا واحدا وإلى تفسير علمي وإلى تفسير جنائي. كون الطلقات بنفس المسدس صار عندنا جناية أخرى، يعني فقط وجودهم بنفس المسدس هي جنائي بحد ذاتها. ولا صورة قناع السيليكون المزورة اللي طلعت فيها على الإعلام المصري وعلى الفضائيات، وانت عارفي مسبقا أنها مزورة، أو على الأقل وحدة شاطرة مثلك ومحنكة لهالدرجة ما اكتشفتيها قبل ما تطلعي فيها. وأيمن عطلة من كل عقله بيسألك القاضي ما انتبه له، بتقومي أنت بتقولي له على ما هي بتقوم انتبه له. والصورة من رابع المستحيلات تكون راحت على القضاء، لا أنت ولا المحامين عن محمد بيسترجوا يروحوا على القضاء بهيك صورة. وكمان طلع الأخ حسن الحسن واستعمل برامج علمية أثبت فيها علميا وبالدليل القاطع إنها مزورة من قبل الفريق المدافع عن محمد الموسى واللي أنت بتشتغلي معه. لا، ومن بعد ما تزوروا وتبرزوا مستندات مزورة على الإعلام بتطلعي بتتهمي فادي بتزوير إفادي، بتقول إنه محمد عنده سوابق بسوريا، ونحن أصلا مش عارفين حقيقة هيدا الكلام اللي قاله فادي وشو هي الورقة المبرزة بالملف. وبتقولي يا عيب الشوم على المستوى المنحط اللي وصلنا له بمجتمعاتنا، يعني بتحكي كتير وبتتهم كتير بس ما في أي شي ملموس منك على أرض الواقع. وإذا في إما بتكوني عم تحكي بشي لا علم لك به وما بتفهمي فيه، أو أسأت فهمه، أو مزور، أو كلام بالهوى. بدنا نقول وبدنا نعمل وبدنا نسوي، بتبيع الناس سمك بالبحر. والتحذير والتهديد الأخير اللي أنت وجهتيه للقضاء خلال شهر شو صار فيه، هيدا مرق شهر ودخلنا بالشهر التاني ما شفنا منك شي. كلام 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 أغلبه تخليتي عنه ما عدتي عم تحكي فيه، بس كل فترة بتطلعي لنا فنونة جديدة. الشخص اللي عنده الخبرة الجنائية اللي بتدعيها بيحكي بس بالخبرة الجنائية، ما بيحكي بروايات وتفاصيل ما إلها علاقة بالخبرة المزعومة. الشخص اللي عنده الخبرة الجنائية اللي بتدعيها ما بينظر عن بعده، لا شاف ولا سمع ولا عرف ولا لمس شي بإيده. وحسن الحسن لا دكتور ولا خبير جنائي، ودايما بيطلع بيفضح الجهل والكذب اللي فيك بأبسط ما يكون، وبيعملك مسخرة، وانت بعدك بتطلعي بتبيني وجهك من دون حياة ومن دون خجل. وبعدين بتقولي يا عيب الشوم على المستوى المنحط اللي وصلنا له بمجتمعاتنا. فعلا يا عيب الشوم على المستوى المنحط اللي وصلنا له بمجتمعاتنا. قبل ما تبلش حالة تلف وتدور وتفوتنا ببواب ومتاهات وتطعم بكل الإجراءات القضائية اللي ما قالها أي علاقة بصلب الموضوع، وما بتجعل البريء مذنب ولا المذنب بريء، خاصة أن تقارير الطب الشرعي وتقارير الأدلة الجنائية وتقارير مكتب المختبرات الجنائية وتفريغ الكاميرات وتفريغ الهواتف ما قلبت مسار القضية. ولو كانت كل هالإجراءات أثبتت جرم فادي ونانسي وبراءة محمد، لكان المدافعين عن محمد ضجوا الدنيا فيها وما كانوا اضطروا للجوء لوسيلة أخرى، وهي اختلاق قصص وروايات غير واقعية لا يصدقها إلا الهبل والمجانين أو المزاجيين، وعلى الأقل لا دليل ولا إثبات عليها، ولا زالوا حتى يومنا هذا. هناك مقولة قانونية بتقول الاعتراف سيد الأدلة، خاصة الاعترافات الأولية اللي بتطلع قبل ما المذنب يلحق يقعد مع نفسه ويفكر ويخطط ويخفي ويستر ويكذب، ويجوا المحامين ينصحوا قولوا ما تقولوا عمولوا ما تعمل. وهيدي الاعترافات هي اللي عادة القضاء بياخد فيها، لا سيما بهالقضية بالتحديد. وبعدين ليش اللف والدوران؟ خلينا نرجع للجوهر والأساس وننشط لذاكرتها لحالها. هلا هو كان يشتغل بشركة فاب. هلا كان بشركة الفاب له مرتب مخصص 400. من بعد الفاب؟ من بعد الفاب صار يعني ما في مرتب مخصص. يشتغل مثلا، يشتغل بمطعم، يشتغل بجنينة. بعد ما ترك شركة الفاب بلش يدور على شغل، بلش يدور على شغل، صار شغله متقاطع. وبيوم من الأيام راحوا وبدلوا على شو هو رفيقه. من يوم ما صار يروح يدور شغل على شغل هنيك، في ناس إنه حكوله إنه في شغل. من يوم ما صار يروح يدور شغل على شغل هنيك، في ناس إنه حكوله إنه في شغل. مين الناس اللي حكوله؟ ما يحكي عليه بالضبط. في ناطور، حارس،
ومن يوم صار يتردد على الفيلا يتردد انت قلتي دائما ما كان يروح مثلا كل يوم كل يوم. هو شو اللي جابه لعند المدرسه؟ هو ايه محتمل يكون عم يشتغل، محتمل يكون جاي بغرض ما بعرف انا شو السبب اللي جابه لهم، ما بعرف ممكن يكون له شغل عم يشتغل هو بعد ما انفصل من الفرد صار له ضل 10 سنوات مناخته اللي سكنة معه بالبيت طبيعي يعني بلبنان لأنه حضرتكم بريف إدلب شو قالت إن هو عم يشتغل عن بيت نانسي أو ما عم يشتغل عن بيت نانسي؟ هلا هو هي بالضبط حكيت إنه طلع غادر المنزل وقال له رايح أنا عندي شغل في إلي مصاري بدي جيبه. يعني له مستحقات بس من حضرتك؟ ممكن أنا بسوريا بس أنا اللي فهمته أنا وقت قتل المرحوم في شقة الفنان يانسي فهمت انه انا معناتها في صله بين شغله وبين بهالموضوع هذا. يعني ما بقدر باكد لك انه اذا كان عم يشتغل ولا لا، يعني بس على حسب المعطيات اللي سمعتها انا والحديث من مرته انه قايل انا رايح عندي بدي اشتغل وفي لي مستحقات بدي اجيبها. نوار الموسى نوار خالو المقدور. فممكن يكون الشاب عم يشتغل هنيك مرة قال له أنه راح نقل فرج، يعني اليوم لما يروح من خلاله صار يتردد. أيوة يعني ممكن فيه حدا ببيت نانسي بده ينقل فرش يدق له قال له تعال ساعدنا تننقل فرش، يروح لعندهم يساعدهم على يفوت معهم على البيت تينقل فرش. سألون على شغله يعني مش معناتها سألون على يفوت معهم على البيت تينقل فرش. سألون على شغله يعني مش معناتها انه هو موظف عند بيت نانسي، يعني هو كان يتردد من خلال شخص كان يطلبه يمكن لاشغال معينة. يعني هيدا هو الخلاصة ما بيشتغل عن بيت نانسي، هذا ما بيشتغل بشكل دائم. لا يعمل عن بيت نانسي متردد، هذا بيشتغل بشكل دائم. لا يعمل عن بيت نانسي متردد، ما بيشتغل بشكل دائم. لا يعمل عن بيت نانسي متردد، لسه ما قبض كان في تغير لسه ما جاب أي مبلغ على البيت حتى بالوصف ما جاب ولا أي مبلغ على البيت. لا يعني ما كان بيشتغل إذا ما جاب أي مبلغ. يحكي لي إنه بيوعدوه انا بدل اللي كنا نحن عم نقوله انا هذا مين صله الوصل اللي بياخذ اللي اذا كان بالفعل بيتردد على منزل نانسي يساعدهم بالفرش او يعمل شيء. يعني في شخص هون اكيد اكيد يعني مين هيدا الشخص؟ هذا اللي بدنا نتوصل له يعني هون زوجته لازم هذا نحن اللي بدنا نتوصل له. مين كان صديقه اللي موجود ببيت نانسي؟ ما كان يذكر اسامي رفقاته. نعم ما كان يذكر اسامي رفقاته عندنا بالبيت، حتى رفقاته ما يجوا لعنا. وبعدين اذا بتشوف كل انه رفيقه بتشوف على الكلمه اللي رفيقه ايه رفيقه قال لك عن واحد انه بيقبض 8 دولار بيشتغل عن نانسي. حكي له انه وعدناك بمرتب كثير منيح هذا اللي ذكر لي اياه المغدور. ايه رفيقه قال لك بياخذ مرتب؟ لا مو رفيقه. مين؟ جوزي الله يرحمه المغدور فيه. ايه هو قال لك انه هو بياخذ مرتب؟ لا لسه ما اخذ. وعدينه بشغل ناس من الفيلا. ايه ناس من الفيلا يعني اكيد من تحت. مين بده يوعده مثلا؟ يعني عشموه بشغل براتب ايه؟ بقيمته 800 دولار وسكن للعيله. يعني انا جلست مع زوجته. خليها يتردد. انا جاي من السعوديه استاذ طوني. انا جاي من السعوديه وانا بعرفه طيب السؤال الشباب اللي موجودين بالفيلا نعم يعني كمان من سوريا ولا؟ والله هذا مش عارف في شيء هيدا يعني انا لما صرت كان يقول لك انه اسمعوا استاذ جمال الغيث شو قال. كان عندكم شهود هيكلموا عن وجود علاقه سابقه انه كان بيشتغل حارس عندهم في هذا العقار قبل كده وله حقوق؟ لا 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 لم يكن حارسا. امال كان ايه؟ ولكن نقل لهم بعض الاثاث لثلاث مرات عمل لديهم لثلاث ايام فقط. يعني انت عايز تقول انه قبل ان يقتله هو يعرفه يعني في معرفه؟ ليس من الضروري ان يعرفه. لا ليس من الضروري ذلك لا. ولكن يوجد العمال في المنزل يعرفون المهدور. ليس من الضروري ان يعرفه. لا ليس من الضروري ذلك لا. ولكن يوجد العمال في المنزل يعرفون المهدور. ليس من الضروري ان يعرفه. لا ليس من الضروري ذلك لا. ولكن يوجد العمال في المنزل يعرفون المهدور. استاذ اشرف الموسوي حقيقه نحن امام جريمه سرقه موصوفه حصلت ليلا بالدخول لهيدا الحرامي الى منزل او فيله الفنانه نانسي عجرم. حقيقه دكتور فادي الهاشم كان اكيد بحاله الدفاع المشروع عن النفس
لأنه اليوم كان من الممكن لو كان بإمكان السارق لقاتل الدكتور فادي الهاشم. فحقيقة اليوم هذا الرجل كان بحالة الدفاع عن مشروع عن النفس. نحن بدنا نستمع لزوجة المقتول لأنه عندها تفاصيل دقيقة وصادمة. حقيقة هي عم تقول أنه إلي قالت لي أنا مسؤول عن كلامي، أنه إيه هي كان يقول لها أنه أنا بطل وكنت موعود اشتغل عند الأستاذ فادي الهاشم، قصده عند الدكتور، وكان موعود أول مرة ب$800 بعدين كان موعود ب1000، وكانت يتردد لعند النواطير، وكانت تقول أنه ركب له غرفة نوم مع شاب تاني ما بتعرف اسمه من حوالي شهر أو شهر. أنا منذ ساعة تقريبا دقل حسين موسى أخوه للمقتول، فعم يستشيرني إذا أنا في إمكانية يقعد معي أو يتواصل معي أو أنه يتوكل. أكيد أنا مع احترامي لكل الدماء، يعني دماء أخوه، ومثل ما قال لي أنه مزوج وعنده ولدين وقاعدين هنا بجبال، فأنا بقول أبدا، أنا بأكد على حكي ربيع. وأنا سألت حسين أخوه المقتول لمحمد، قال لي من يومين إجا على البيت وقعد معهن واختفى. أنا سألته هل هناك علاقة سابقة مع عائلة دكتور فادي، جزم أنه إطلاقا لا يعرف، لا ما في علاقة أبدا أبدا أبدا، ولا حتى مع المرافقين مع نانسي ولا مع الخدم عند نانسي أبدا. إحنا أملنا كبير بصبر نانسي وزوجها وبحكمتهم. أستاذ جمال الغيس، كان عندكم شهود هيكلموا عن وجود علاقة سابقة أنه كان بيشتغل حارس عندهم في هذا العقار قبل كده ولو حقوق؟ لا 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 لم يكن حارسا. ومال كان ايه؟ ولكن نقل لهم بعض الاثاث لثلاث مرات، عمل لديهم لثلاث ايام فقط. يعني انت عايز تقول انه قبل ان يقتله هو يعرفه، يعني في معرفة؟ ليس من الضروري ان يعرفه، لا ليس من الضروري ذلك، لا. ولكن يوجد العمال في المنزل يعرفون المهدور. ليس من الضروري ان يعرفه، لا ليس من الضروري ذلك، لا. ولكن يوجد العمال في المنزل يعرفون المهدور. كان لدينا شهود فعلا اختفوا، ولكن الان نتواصل معهم، ولكن موضوع الكورونا كان صعبا علينا التواصل مع الجميع، هذا اولا. ثانيا المرحلة الأولى من لا استنى، أنا عايز أمسك في ده. إيه كورونا اللي تحول دون الوصول لشهود في مصير في مصير واحد؟ في سوريا. طبعا هم الشهود في سوريا يعني، ولا أنت اللي في سوريا؟ أنا في سوريا. أنا في سوريا. طب ما هو في ناس ثانية في لبنان تستطيع الوصول للشهود. طبعا 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 طبعا. طب لماذا لم يتم الوصول للشهود؟ لماذا اختفوا؟ لا نعلم. لا يعني في حد أثر على الشهود فاختفوا؟ تقريبا. طيب مش ده كلام عام يا أستاذ جمال؟ يعني أنت صحيح من حقك أنك تحاول البحث عن خيط لتبرئة موكلك، بس نعم. كمان لما يكون عندي يقين أن أنا أمام حرامي دخل يسرق فقتله صاحب البيت حفاظا على حياة أولاده، اعتقد انه هنا العدالة اهم من انك تقول لما الاقي مخرج لموكلي يعني. طيب واضح ان انتم ما عندكوش أدلة يا استاذ جمال، افهموا كده يعني ليست لديكم أدلة حاليا. طيب لكن بتقول ستصلون الى ادله خلال المحاكمه، ولا انت بتخبي الادله؟ نعم. ولا بتخبي الادله هتظهرها في المحكمه ولا ايه؟ نخبي الادله. طيب استاذ سعيد هو بيقول انه بيخفي الادله علشان لما بيطلعوا بعض الادله بيتم تغيير معالمها، اما شهود بيختفوا او اثار الجريمه في البيت بتختفي. يظهرها اذا كان هناك الحق معه، يعني كان لديه الوقت الكافي ليظهرها، ونحن هنا لسنا بمعرض الدفاع عن اي طرف من الطرفين، نحن هنا نستعرض ما حصل في القضيه، والقضيه طلع فيها قرار ضمني من القاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي الدولة منصور، وهو معروف وجهه قضائيه معروفه ومحترمه، اطلعت على كل الادله وعلى ملف القضيه
كاملا مكملا بكل يعني الوقائع التي سربت خلال الفترة الماضية وأثبتت أن ليس هناك من علاقة مباشرة بين القتيل وبين الدكتور فادي الهاشم، وإلا كانت ظهرت من خلال محادثاتهما الهاتفية، فأظهر أيضا هاتفه بأنه كان يعني تواجد هو وزوجته في يوم معين بالقرب من عيادته لمراقبته، كما أثبتت اللوكيشن يعني اللي أنت ممكن تتتبع المكان بتاع أي شخص من خلال تتبع الجيب اللوكيشن بتاعه بتاع التليفون، انه هو كان بيراقب الفيلا في ايام محدده قبل الواقعه. طب واحد كان بيرتبط بالناس او بيشتغل معاهم زي ما حضرته بيدعي، مش كان المفروض اللوكيشن بتاع تليفونه يظهر انه هو كل يوم موجود في الفيلا؟ يعني ما هذا الكلام الذي ينافي الواقع والمنطق؟ يعني نريد المنطق منك حضرة المحامي لكي نفهم ولكي نطبقه، يعني نريد إثباتات ليس كلاما كذلك يؤثر على الرأي العام بدون دليل. المحامي عماد رحال، ربما يكون محمد الموسى أو تنسميه المغدور، لأن بعد نحن بالوقت الحاضر عندنا شكوك أنه هذا الشخص يكون موجود جوا. المغدور باللغة المصرية أو باللهجة المصرية هي المجني عليه، عشان بس في مشاهدين مصريين، المجني عليه أو المقنع. أوكي، استعمل كلمة المقنع. ربما المقنع تلقى 7 طلقات بالظهر و 7 طلقات في الأمام. سيد عادل خليان المستشار القانوني وهو وكيل الشاب الذي قتل في فيلا نانسي يلي انذكر وعم ينذكر من خلال الوالدة وتضارب المعلومات، نحن طلبنا تفريغ داتا الاتصالات تبع المرحوم ليبين معنا شو كان عم يشتغل بالضبط. مازال ما كانت قادرة تحدد شو كان بيشتغل، ساعة بتقول بجنينة وساعة بتقول بنقل المفروشات وساعة بينقل أغراض إلى المنزل، لدرجة إنه انطلبوا تفريغ داتا الاتصالات حتى يعرفوا شو كان بيشتغل بالضبط، حتى يتبين إنه ما في اتصالات بينه وبين فادي وناسي على الخلية وبس على أرقام العيادة. هلا زوجته امبارح بالليل اكدت لنا ب بعت فويس على الواتساب، قالت انه من 5 شهور تم قال لها انه انا رايح على فيلا نانسي عجرم رح انقل عفش، من 2 شهر قايل لها انا عندي حساب رايح جيبهم فيلا نانسي عجرم، ومن 2 يومين قال لها رح جيب حساب بس ما قال لها نانسي عجرم يوم الحادث. هيدا بيعني انه فاطمه مرته لمحمد منا هيني ابدا، في اشياء كتير بتعرفها بس ما بتخبرها لكل الأشخاص، في أشياء بتخبرها وفي أشياء بتخفيها. الأم والأب والخال لا يؤخذ بكلامهم لأنهم كانوا بعيد عن محمد وما بيعرفوا عنه شيء. هني قعدوا مع مرته وخبرتهم الرواية اللي عندها، يعني مرته هي الأساس، وبالرغم من ذلك ما بتعرف شيء. فاطمة من الصعب الحكم عليها لأنها عاملة مثل الزيبق بتزق زق، أحياناً منحس إنها صادقة وأحياناً منحس إنها كذابة وأحياناً منحس إنه عم تخفي شيء ما قالته وما بدها تقوله والمحيطين فيها عم يراقبوها ويمنعوها، وأحياناً منحس إنه هي ما كانت فهمانة على محمد. بالمقابل بنسمع عن محمد إنه ما كان صريح وواضح معها وما كان يخبرها كل شيء، وإذا خبرها ما بيخبرها التفاصيل. ولما راحت على تحري جوني اعترفت عليه وشهدت ضده من دون إدراك ومن دون وعي، لكن بالمقابل طلعت تهاجم الدكتور فادي وتهاجم نانسي وتقول خلي كل العالم يسمعني جوزي حكالي انه بيشتغل عندهم، وهي عارفة انه هيدا الكلام كذب، هو ما بيشتغل عندهم، هو موعود بالعمل عندهم بواسطة الحارس او الناطور، وهي اللي اعترفت بهالشي واعترفت انه مش بالضرورة تكون نانسي بتعرفه لكن الحارس والناطور بيعرفوه، ولكن طلعت تقول دم جوزي برقبته ورقبة زوجته وعم بتحسبن وتدعي ليهم الله لا يسامحكم بدل ما تطلب السماح والمغفرة والرحمة لجوزها. ولما طلعت مع طوني خليفة كمان اعترفت عليه وشهدت ضده، وقضوها على الإعلام حكي واعترافات حكي واعترافات لحد ما المحامين منعون من الطلع على الإعلام. من 2 سنين وعائلة الموسى والمدافعين عنهم بيلفوا وبيدوروا حول شبهات واتهامات لأساس إلها من الصحة، متجاهلين كل اعترافاتهم الأولية والجوهرية. هيدي الاعترافات بتجاوب على كل الأسئلة والتساؤلات وبتحل كل الإشكاليات، بالرغم من أنه فاطمة قالت أنه محمد ترك العمل بشركة فاب قبل نقل المفروشات هو ورفيقه لفيلا نانسي، وأنه المفروشات تم نقلها من بعد ما ترك محمد الشغل بالشركة، وبالرغم من أنه ما ذكرت اتجاه المفروشات من أين وإلى أين، إلا أن المستمع ما بيقدر إلا ما يربط بين شركة فاب وبين نقل المفروشات. لما نعرف أنه نانسي كانت مولدة البنت الثالثة بتاريخ 30/1/2019، بالمقابل نعرف أنه محمد كان يعمل في شركة فاب للمفروشات
اللي استمر فيها لغاية منتصف العام 2019 حسب اعترافات مرته. هيدا بيترك عنا انطباع انه نانسي على ما يبدو طلبت غرفة نوم لبنتها، او على الاقل غيرت اساس منزلها من شركة فابر اللي محمد كان يعمل فيها. وكانت تقول انه ركب له غرفة نوم مع شاب تاني ما بتعرف اسمه من حوالي شهر او شهرين. ولما نعرف انه محمد باواخر شهر 8/2019 ترك العمل بالشركة بسبب اقامته اللي انتهيت صلاحيتها بتاريخ 5/9/2019، وانه من اوائل شهر 9/2019 لغاية تاريخ قتله 5/1/2020 اربعة اشهر من دون اقامة، وما قدر يشتغل بمطرح ولا حتى بشركة فاب، فكيف كان يشتغل ببيت نانسي من دون اقامة؟ هيدا الكلام ما له الا تفسير واحد، وهو انه المفروشات تم نقلها لفيلا فادي ونانسي على ايد رفيق محمد اللي اخده معه بالرغم من انه كان تارك العمل بشركة فاب. ومحمد بدوره نقل المفروشات لفيلا فادي ونانسي بصفته عامل سابق بشركة فاب ومش بصفته عامل بفيلا فادي ونانسي. نقل المفروشات من الشركة للمنزل بيعني انه محمد بيشتغل بالشركة وما بيعني انه بيشتغل بمنزل نانسي. لكن لما راح على الفيلا وشاف السوريين وشاف حالتهم الجيدة فقالون عن شغل، بيقوموا هن بيقولوا له ايه في شغل هون، وبيوعدوه بيعشموه بعمل ثابت بدوام كامل براتب شهري وسكن عائلة، فبيصدقن وبينبسط، ومن خلاله صار يتردد تردد مدائما. في كلام تم فهمه بشكل خاطئ، التردد المدائم اللي عم تحكي عنه فاطمة مش لأنه محمد كان عامل قطاعي رايح بهدف القيام بأعمال من وقت إلى آخر بشكل غير يومي وغير مستمر وغير دائم، لا، هو كان بسبب الوعد والعشم، لذلك بدأ يتردد تردد مدائم. العمل بجنينة نانسي هو مجرد استنتاج من كلام فاطمة لما قالت انه محمد بعد ما ترك شركة فاب بلش يشتغل بشكل متقطع بمطعم بجنينة، فتم الاستنتاج انه جنينة هي جنينة نانسي، علما انه هيدي جنينة اللي حكيت عنها كانت قبل ما يروح لفيلا نانسي. العمل بفيلا فادي ونانسي هو ايضا استنتاج من كلام فاطمة لما قالت انه محمد بعد ما ترك شركة فاب راح مع رفيقه لنقل عفش بفيلا كبيرة. هو فعلا نقل مع رفيقه مفروشات لفيلا فادي ونانسي، ولكن فادي ونانسي لا شافوه ولا بيعرفوه، وبالتالي فأن نقل المفروشات لفيلتهم بيوم من الأيام ما بيجعل من محمد عامل عندهم مثل ما قالت حلا، لا بجنينة ولا بالمنزل لتوصيل أغراض، لا قطاعي ولا غير قطاعي. أما بالنسبة لعبارة حكالي أنه بيشتغل عند فادي الهاشم ونانسي، بيشتغل عند فادي الهاشم ونانسي بتعني انه رايح بشغل من قبل الشركة بده يقوم فيه عند فادي ونانسي وهو نقله تركيب المفروشات، ما بيعني انه عامل في منزل فادي ونانسي. كان عندكم شهود هيتكلموا عن وجود علاقة سابقة انه كان بيشتغل حارس عندهم في هذا العقار قبل كده وله حقوق؟ لا 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 لم يكن حارسا. ومال كان ايه؟ ولكن نقل لهم بعض الاثاث بثلاث مرات، عمل لديهم بثلاث أيام فقط. نحن بدنا نستمع لزوجة المقتول لأنه عندها تفاصيل دقيقة وصادمة حقيقة. هي عم بتقول أنه إلي قالت لي أنا مسؤول عن كلامي أنه إيه هي كان يقول لها أنه أنا بطل وكنت موعود أشتغل عند الأستاذ فادي الهاشم قصده عند الدكتور، وكان موعود أول مرة ب 800 دولار بعدين كان موعود ب 1000، وكانت يتردد لعند النواطير. من أربعة أشهر نقل المفروشات ومش من أربعة أشهر بيشتغل في المنزل. من أربعة أشهر بيتردد على المنزل باحثا عن عمل ومش من أربعة أشهر يعمل في المنزل. محمد الموسى كان طالب عمل وما كان عامل، وبمطلق الأحوال صفة عامل ما بتبرئه من فعل اقتحام الفيلا والسرقة. قد ايه له تارك شركة فاب؟ صار له شي 5 أشهر. 5 أشهر يعني مش من زمان؟ لا. فاذا يعني لما راح عند نانسي المفروض يكون مش من زمان. مش لا. من زمان استاذ بعد يعني ما ترك. هي عم بتقول من زمان كثير. لا من فترة 5 أشهر هذا مبين التاريخ بعد ما ترك الفاب. هي كانت عم بتقول انه صار له 4 أشهر بيشتغل عند نانسي، كيف صار له 4 أشهر؟ بيتردد. قال لك انا بشتغل عند نانسي امتى؟ من فترة. يعني كم شهر؟ 3 هيك حسب. واضح هو الشاب السوري كان يعمل عند الهاشم، وكانت هاي المدة تقريبا حوالي 6 أشهر قبل الحادث. ما شاء الله على هالمعلومات الدقيقة والقيمة. ساعة بتقول من 5 أشهر راح عند فادي ونانسي، وساعة بتقول من 4 أشهر بدأ يتردد تردد مو دائما، وساعة بتقول من 3 أشهر بيشتغل عند نانسي، وفجأة صارت مدة عمله عند الهاشم 6 أشهر قبل الحادث.
فيلا كبيرة ما بتتوقعي مع مين، ما يعني بهجته مثلا فرحة وشه انه فايت على محل فناني مشهورة. حكالي بشتغل بفيلة فادي الهاشم ونانسي. مع الإعلام السوري بتقول انه محمد حكالة انه يعمل بفيلا كبيرة ما بتتوقعي مع مين، وانه هي من بهجته فرحة وجهه عرفت انه فايت على محل فناني مشهورة. ومع طغني خليفة بتقول حكالي بيشتغل عند فادي الهاشم ونانسي، يعني سميها لأيهم بالأسماء فادي الهاشم ونانسي. كان عندكم شهود هيتكلموا عن وجود علاقة سابقة انه كان بيشتغل حارس عندهم في هذا العقار قبل كده ولو حقوق؟ لا 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 لم يكن حارسا. ومال كان ايه؟ ولكن نقل لهم بعض الأثاث لثلاث مرات، عمل لديهم بثلاث أيام فقط. كان بيقوم ببعض الأعمال بالحديقة أو توصيل أمور للمنزل أو إلى آخره من وقت إلى آخر. كل هالمعلومات العشوائية هيدي مش تناقضات، بس كل كلمة وكل حرف بيقولوها فادي وناسي بيشوفوا فيها كل التناقضات حتى لو كانت خالية من التناقضات. حضرتك مرتك وانت الوحيدة اللي عايشة معه بتعرفي كل شيء، وليلة الحادثة خبريني شو اللي صار. كنت قاعدة انا وياها. وين؟ كنت قاعدة انت وزوجك هون قبل ما يتجه لعند فيلا نانسي؟ هو حكى لي بالنهار الصبح انه بدي اطلع وجيب مصاري من شخص. قلت له مين؟ قال لي خلص شخص مهم، انا بدي اطلع الا ما حساب جيبه وجي. مش هي قالت حكى لي بيشتغل عند فادي الهاشم ونانسي؟ يعني سمي لها اياهم بالاسماء؟ لكن قبل ما ينقتل بفيلا نانسي بساعات لما سألتهم من مين طالع تجيب مصاري قال له خلاص شخص. هلأ بطل بده يسميه لياهم؟ شو اللي بيمنعه مازال هو بيشتغل عندهم ورايح يقبض مستحقاته منهم؟ شو إلى لزوم عبارة خلاص شخص إذا ما في شيء مريب أو ما في شيء عم بتحضر؟ ومش هي قالت بالتحقيق إن تصرفات زوجها لم تكن كالمعتاد قبل شهرين من الحادثة؟ وما قالت إنه من شهرين قال له رايح جيب مستحقات؟ صار الساعة هوني عند المساء 6، حكى لي بدي اروح شوف رفيقي على الجسر، راح ورجع. يعني في شخص تاني؟ ايه يعني مستحيل انه يطلع لحاله، حكى لي انا طالع انا ورفيقي. كان لابس جاكيت سوداء وله قبوع بنطلون اسود. جاكيت كاملة ام كانت قطعتين؟ قطعة تحتها كنزة وبنطلون اسود مع بوت اسود. بنطلون اسود وبوت اسود. هدول اللي طلع فيهم. ايه. كان يرتدي فيست يعني او جاكيت بتلمع؟ ايه هيك حفر تحت كنزي سودا مع بنطلون اسود. والكنزي الفوقاني كان لها قبوع. ولبس كفوف وطلع. شو قصة الفرد فرد اللعبة؟ مو فرد مجرد لعبة قداحة، مجرد لعبة كان عم يلعب فيها ابني حسن. طيب شو اخذ فرد الصبي يعمل معه؟ فرد القداحة تبع الصبي شو أخده يعمل معه؟ ما بعرف. يعني واحد إذا رايع على شغله لا بده يأخذ فرد الصبي القداحة معه؟ ما حكالي، كان أول مرة بطالها معه. أستاذ طوني أنت مالك متصور شو هو الفرد يعني؟ فرد بغض النظر هو يحطه شكالي لا بدي أخذ فرد معي شكلي. أنا لا بدي أخذ معي فرد على بيت بالليل بحطه شكلي في جيبه. هلا فينا نلاقي 100,000 تفصيل، بس في تفصيل واحد انوجد معه فرد الساعة 2 ببيت ناس غرباء، لا بده يكون هيدا الفرد معه. وبالتحقيق قالت فاطمة أن زوجها هو من اشترى المسدس اللعبة الذي يشبه المسدس الحقيقي ويخرج نارا من فوهته، وأن زوجها بعدما عاد إلى المنزل أخذ المسدس وكان على عجلة من أمره، وقد سألته عن السبب فأجابها أن صديقه ينتظره ويريد أعطائه المسدس، وأنها المرة الأولى التي تشاهده بها يأخذ المسدس وكانت الساعة 9 مساء، وأنها لا تعرف سبب استعجاله وأخذه المسدس بسرعة. حكى لي أنا طالع جوز رجع وحكى لي انه حسب قول جوز نانسي انه هو سارق ابن اختك. يعطوا حقه مشان ما يزل عندهم يسرقوا، مش طبيعي اي واحد له حق عند الثاني وبيشوف جزءه وبياكل عليه حقه بيشلوا جزءه، ليش ما يشلوا جزءه؟ بيشلوا اياه. عم بتجرب تبرر السرقة بحال كان في مستحقات فعلية عند زوج نانسي؟ أنا ما عم جرب برر، بس عم جرب إنه هذا برأيك ابن أختك أخطأ؟ إيه أكيد أخطأ. أنت لو واعي ببيتك بالليل شفت شخص ملتم ببيتك فايت على بنت صغيرة على بنتك أو على ابنة صغيرة شو بتعمل فيه؟
يكون بضربه 18 طلقة أو 17 طلقة. الإفراط مثل ما عم يدعي هي طلقة أو 18 نفسها. يا لا مو نفسها يا أستاذ. بالقضاء بيعرف ولا شو. لا يا لا يا أستاذ. طلقة بتقتل. في فرق بين الإفراط بالدفاع عن النفس. أيوة. وبين ربما يكون محمد الموصى أو تنسميه المغدور، لأنه بعد نحن بالوقت الحاضر عندنا شكوك أنه هذا الشخص يكون موجود جوا. المغدور باللغة المصرية أو باللهجة المصرية هي المجني عليه، عشان بس مشاهدين مصريين المجني عليه أو المقنع. أوكي. استعمل كلمة المقنع. ربما المقنع تلقى 7 طلقات بالظهر و 7 طلقات في الأمام. وحالة زعلانة من إحدى المعلقات اللي وصفت المحامي عماد رحال بأنه توم إنجيري أو ميكي ماوس. يعني لو كان قاعد محله توم إنجيري أو ميكي ماوس ما كانوا غلطوا هالغلطة. الفيديو اللي قدمه فادي الهاشم كدليل براءة للنيابة العامة وبناء عليه شافت أنه بقى الموضوع دفاع النفس. هذا الكلام غير قانوني نهائياً. أول شيء الفيديو اللي تقدم مثل ما قلت ممنتج بغض النظر حتى لو كان محتواه صحيح 100% يعتبر دليل غير مقبول. ثانياً هل تم تفريغ الكاميرات بأمر من النيابة العامة؟ هل تم الاستحصال على هاي المقاطع بإشراف النيابة العامة؟ هل تم تقديم المحتوى مغلف مختوم بالشمع الأحمر، ما بعرف كيف الإجراء القانوني بهي القصة بلبنان، للنيابة العامة؟ ما أصدرت الحكم من الفيديو اللي هو قدمه وشرحه وبعته على الإعلام. هي الحقيقة إذا بتشوفي من البداية من حكم النيابة العامة، حكم النيابة العامة هو عادة بيكون يعني مساعد أكتر لكشف الحقيقة، لكن كان فيه كتير تجاوز للقانون وكان فيه كتير تجاوز للأعراف. يعني خلال ساعات قليلة من الحادثة تم النيابة العامة أعطت حكمة بأنه القتل العمد مع الدفاع عن النفس عطفتها على المادة 229 بناء على تسجيلات فيديو قدمها الهاشم واللي سربها للإعلام. بتفرجينا شخص مقنع داخل على على الفيلا ومسلح وعم بيحاول يسرق. يعني هي قصة جدا مضحكة. حتى قبل التأكد من صحة الفيديو، حتى قبل الوصول تقرير الأدلة الجنائية، حتى قبل وصول تقرير الطب الشرعي تم الحكم أخذ القضية بمجرى مختلف. شو عم بتقولي؟ حكم النيابة العامة عادة بيكون مساعد أكتر لكشف الحقيقة؟ يعني اللي بيسمعك للوهلة الأولى بيصدق أني كمان خبيرة بقانون أصول المحاكمات الجزائية، أو عتكوني كمان إلى جانب كل التخصصات وكل الأشغال اللي اشتغلت فيها كمان اشتغلت بالنيابات العامة ومش عارفين حتى عم تعطينا دروس. يا ريت بتوفر دروسك لنفسك. مين اللي قالك انه النيابة العامة بتحكم؟ النيابة العامة لا تحكم بل تصدر قرارات، وقرارات النيابة العامة ليست نهائية. بتقولي حكم النيابة لازم يكون مساعد اكتر لكشف الحقيقة؟ مين اللي قالك انه الفيديوهات المبرزة للنيابة هي نفس الفيديوهات الممنتجة والمسربة للإعلام؟ مين اللي قالك انه الموجود بالنيابة العامة هو فقط المسرب للإعلام؟ مين اللي قالك انه جميع التسجيلات العائدة لجميع الكاميرات ليست موجودة في النيابة؟ مين اللي قالك انه النيابة اصدرت قرارة استنادا للفيديوهات الممنتجة والمسربة للإعلام؟ مين اللي قالك انه النيابة العامة لم تحقق ولم تحلل الكاميرات ولم تتأكد من صحتها؟ مين اللي قالك انه النيابة اصدرت قرارة قبل التأكد من صحة تسجيلات الكاميرات؟ مين اللي قالك انه القضاء مجبور يكشف ويعلن الملف كله بتفاصيله للإعلام؟ ما في محامين بهيدي القضية؟ ليش ما سألتيهم هالأسئلة؟ وإذا سألتيهم شو كان جوابهم؟ وإذا جاوبوك وطلع في جهل وتقصير وإهمال من قبل النيابة، ليش ما برزتي كل هالشي للعلن؟ مدام عندك هالجرأة والتطاول وسبق وهددتي بكشف كل أوراق القضية وما عملتي هالشي لا على الإعلام ولا بالمحكمة. شو هي القصة بس إقناع الناس ببراءة محمد غير الموجودة وتهيج الرأي العام؟ مين اللي قالك انه النيابة اصدرت اللي انت سميتيه حكم قبل وصول محضر التحقيق الاول وتقرير الطبيب الشرعي؟
من نيابة حتى تختم التحقيق لازم يكون عنده إضافة إلى تسجيلات الكاميرات لازم يكون عنده محضر التحقيق الأولي وتقرير الطبيب الشرعي وإفادة الشهود. عملت المطلوب، أوقفت الدكتور فادي التوقيف مؤقت، أمرت بتفريغ الكاميرات وحللتها، استدعت الشهود، تركت الدكتور فادي بسند إقامة ومش أخلت سبيله لأنه إخلاء السبيل بيصير أمام قاضي التحقيق، فهي تركته ترك بسند إقامة ومنعته من السفر لحين استكمال التحقيقات. النيابة ما بتترك الملف عالي عندها أيام وأسابيع حتى تنجز جميع الأعمال المطلوبة وينظم بها تقارير، هي بتكتفي بالموجود وعلى أساسه بتكون قناعة. وكونت قناعة بالدفاع المشروع، ما عجبكن الشغل، قعدتوا تتشاطروا وتسخفوا وتسخروا وتضحكوا، قدمتوا طلب توسع بالتحقيق، تجاوبت مع طلباتكن، وعادت التوسع بالتحقيق وقامت بجميع المطلوب مرة تانية، يعني النيابة ما قصرت، فبيقوموا المحامين بيشيعوا خبر إنه لم يتم التجاوب معهم، ورهاب بيطار بتطلع بتقول إنه النيابة لم تفعل من البداية ما كان يجب عليها فعله إلا بعد تقدمنا بطلب توسع بالتحقيق، وبعد التوسع بالتحقيق فعلت ما كان عليها أن تفعله من البداية. ليش هالإصرار على إقناع الناس بوجود شيء غريب أو ظلم بالموضوع؟ حتى يتبين فيما بعد إنه الفريق المدافع عن محمد كان عم يعلن رؤيته ومفهومه الخاص للإجراءات القضائية اللبنانية. التوسع بالتحقيق لا يعني أن النيابة لم تفعل ما كان متوجب عليها من البداية، بل هو تجاوب مع طلباتكن. عملت اللي عليها، ختمت التحقيق وادعت على الدكتور فادي وأحالت الملف لقاضي التحقيق الأول لاستكمال التحقيقات وأبقت على تركه بسند إقامة ومنعه من السفر. مين اللي قالك أنه قرار النيابة العامة أخذ القضية بمجرى مختلف؟ ليش مجرى القضية كان باتجاه براءة محمد أساساً؟ وبمطلق الأحوال مش الملف أحيل لقاضي التحقيق الأول لاستكمال التحقيقات يعني بعد في تحقيقات، فسواء اتأكدت النيابة أو ما اتأكدت المحاكمة جارية ولم تنتهي بعد، اتفضلت شاطري وغيري مجرى القضية، أو بدك تقولي أنه اللبنانيين كلهم مشتركين ومتدخلين ومحرضين ومتآمرين. والأسوأ من ذلك عم تتساءلوا وتسألوا كيف لم تتأكد النيابة من صحة تسجيلات الكاميرات، بالمقابل أنتوا لغاية اليوم ما قدمتوا أي دليل جدي مقنع على عدم صحة هذه التسجيلات، لا للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأول ولا للهيئة الاتهامية. وبكل مرحلة من مراحل التحقيق ما قدرتوا تقدموا ما يدحض جميع القرارات ويثبت جرم فادي ونانسي وبراءة محمد. أما بالنسبة لتقرير الأدلة الجنائية وتقرير مكتب المختبرات الجنائية والدراسة التحليلية للهواتف، فالنيابة مش ملزمة فيهم ومش معلق قرارة على وصولهم، بل يمكن إبرازهم أمام قاضي التحقيق الأول. المحاكمة فيها مراحل كتيرة وكل مرحلة بتكمل السابقة وصولا إلى المرحلة النهائية من المحاكمة اللي بيصير الملف فيها كامل وجاهز لإصدار الحكم النهائي. شو بعد بدك وعلى شو عم بتهاجم النيابة؟ كان بدك إياها تدعي على الدكتور فادي بالمادة التي تعاقب دون أن تعطف عليها المادة التي تمنع عنه العقاب؟ ممكن أنت تحس بتظلم من قرار النيابة العامة، ولكن هيدا ما بيعني أنك تتطاول علي وتهاجمي وتضحكي علي وتسخري منا وكيف تتجرأ وكيف تتجاوز القانون والأعراف وبدك تعطيها دروس، وصار بدك تتشكي علي كمان وتسائليها قانونا. هذا المضحك المبكي، يعني في تطاول وتكبر وتهجم وتهكم واضح وفاضح. حالة انت اعرفي قدرك والزمي حدك واشتغلي شغلك، اشتغلي الشغل اللي ضمن تخصصك وتركي هالموضوع للمحامين اللي عليهم بيوقع عاتق اثبات براءة محمد المزعومة وبرزية بأي مرحلة من مراحل المحاكمة، وغيري مسار القضية وخذي حكم. كلكم والسخرية لوحدكم. هذا المسدس تم شراؤه بال 2012. طب وين المشكلة؟ يعني وين المشكلة إذا تم شراؤه بال 2012 ولا 2015؟ في 2020 يعني بعد 8 سنوات هذا المسدس كان بعده موجود بالعلبة تبعه والعلبة مسكرة وتم شراؤه بأمريكا ولم يتم شراؤه بلبنان. خليني لك إياها، وهو مصنع بأمريكا وتم شراؤه بأمريكا وتم شحنه من أمريكا، فضل بالضل بالعلبة فوق الرف عند التيتا من بس 3 سنين، وحدا انتبه يي هات لنا ناخده هدية لدكتور فادي الهاشم
لأنه هو ما بعرف بيقلع في دراس يمكن أو يعني الحيصة الكبيرة والفظيعة اللي عملها الدكتور فادي الهاشم عن الجزدان أو الجنازير اللي فيقهم بالبيت بس ما سمعوا انفتح باب الإنذار اشتغل لا هذا ما بينسمع سمعنا صوت حق الجنازير الفنانة نانسي عجرم قالت إنه سمعت حرتقة صوت جنازير هي بغرفة نومها هي ونايمة تقريبا الساعة 2 إلا وهيك شيء فيمكن قالوا يكونوا البنات رغم إنه هني سمعوا الصوت من غرفة تغيير الملابس من اتجاه غرفة تغيير الملابس لكن الدكتور فادي توجه لغرفة البنات أو باتجاه غرفة البنات ليشوف إذا البنات عم بيحرتقوا بجنازير بغرفة النوم تبعهم يعني فطلع له المقنع وكان هو عم يشرح ليمكن جو معلوف كان الصحفي ويمكن مرة كان للقوى الأمنية إنه ليك هون هلأ طلع سحب الفرد ليك بعده عم بينبش فات طلع فجأة بيّن الجزدان جزدان هيك صغير كتير يعني أنا ما بعرف يمكن ناسي غير الستايل تبعه الفكرة إنه هو الجزدان يعني هاي اللي بيحطوه فيها على الكتف الأقشاط فيه يمكن جنازير مثل تشين يعني سنسلي أو شيء محطوط كان على الطاولة طاولة إزاز عمل صوت قوي كتير فيقهم كلهم بالبيت يعني خوفهم بالنسبة للقضية كلها للقصة اللي تقدم فيها دكتور فادي الهاشم للقضاء هي لا تصلح أنا بنظري لبرنامج كرتوني مضحك للأطفال بكل المعطيات في شيء بيقولوا بلشت أنت بمثال يعني أحياناً الإجابات تبعه كانت عذر أقبح من ذنب يعني طفل صغير بيقدر يجاوب إجابات أحسن هيدي الوقاحة وقلة الأدب ما بيتجرأوا يواجهوا فيها خصمهم والقضاء بس بيطلعوا فيها على الإعلام لكن قدام القضاء بيتصرفوا كمنافقين ومجاملين نحن نثق بالقضاء وبقدموا له تحياتهم يعني بناء على أي معطيات النيابة العامة كان عندها هالجرأة إنها تحكم بهذا الشكل وأكيد رح يكون في مساءلة قانونية بما يخص هذا الموضوع وما اكتفيتي بس بمساءلة القضاء قانونياً كمان بدك تلحق الإعلاميين قانونياً رح يكون في ملاحقة خليني أقول لك قانونية على منتجي الرواية الكاملة دي لبنان الرواية الكاملة الناقصة ما بعرف شو هي على كل الإعلاميين اللي تعاملوا مع القضية بطريقة لتضليل الرأي العام والقضاء وحتى المستشفيات كمان بدهم يوجهون انتهم ما بيخفى على الكل أكيد في لوم يعني جسم محطوط بالتلاجة وتحت درجة حرارة معينة المفروض يضل مجمد وأنا مر بحياتي يعني أكثر من تجربة بهذا الموضوع ولما كنا نطلع الجثة كانت تبقى مجمدة وبوضعها الطبيعي فطالما في تحلل فمعناتها في إهمال إذا ما وجهنا اتهام مباشر إلهم فبدنا نوجه إلهم اتهام بالإهمال وهيدا الكلام كمان من جملة الأقاويل اللي معليها جمرك والأسوأ من ذلك إنه هن وحدهم اللي عم يحكوا ما في مواجهة بين فريق وفريق وبين خصم وخصم المسؤولين بالمستشفى ما بيطلعوا يحكوا وفادي وناسي ما بيطلعوا يحكوا والمحامي تبعهم ما بيطلع يحكي والقضاء ما بيطلع يحكي ما في إلا عائلة الموسى والفريق المدافع عنهم هن وحدهم اللي بيحكوا بيطلوا الدين إخبار ولو ما قدرنا نوصل عن طريق القضاء اللبناني اللي أنا كتير بآمن بنزاهته لو ما قدرنا نوصل لحق هذا الإنسان المظلوم فنحن مستعدين نلجأ لمنظمات دولية وحتى لمحاكم دولية وبيطلعوا لنا ساعة على لسان رهاب بيطاروا ساعة على لسان حلوى الدروب بيهددوا بالمحكمة السورية وبالمحكمة الدولية وبمحكمة حقوق الإنسان بسويسرا كل اللي اشتغلوا بهالقضية من قبل عائلة الموسى كانوا ناس هزليين ومهرجين كلامه ما في إنسان طبيعي بيقوله خاصة لما يحكوا عن الإنسان وحقوق الإنسان لوين رايحين وشو رايحين يعملوا بمحكمة حقوق الإنسان لما يكون بالأول عندهم دليل جدي ومقنع اللي عم بيسولفوه حقوق الإنسان مفروض تكون على مستوى جرائم حرب بس هني كلمة عم يكبروا الموضوع وعملينه قضية دولية أو قضية كبيرة ومهمة
لما أوكرانيا بالأول تروح على محكمة حقوق الإنسان، لما لبنان واللبنانيين يروحوا على محكمة حقوق الإنسان، لما السوريين ياخدوا حالهم وبلدهم ظالمين أو مظلومين بسبب اللي عملوا الغير فيهم واللي هن عملوه بأنفسهم بغيره بسوريا وخارج سوريا، لما يعرفوا الحق وين بيكون شعب مقسوم بين معه وضد، ما حدا عارف وين الحق، كل واحد بيشوف الحقيقة انطلاقا من رؤيته ومفهومه وإيمانه وعقيدته، شو رايحين يعملوا بمحكمة حقوق الإنسان؟ محكمة حقوق الإنسان دليل على أنه هول الناس لا يملكون أي شيء فعليا يقدروا فيه يواجهوا كل التهم الموجهة ضد محمد، فسلكوا هذا الطريق، طريق الإنسان وحقوق الإنسان، مثل ما سلكوا طريق الإعلام لمواجهة الإعلام بالإعلام ومواجهة الفضيحة بفضيحة أخرى مقابلة. يعني أسهل طريق للدفاع هو الهجوم على الغير واتهامه. كان هو محمد الموسى ولا لا؟ ايه معنى الكلام ده؟ في جدل حول هذا الموضوع، يمكن هن يعني حسب المعلومات المتوفرة حاليا عندنا مع بعض الأدلة، محمد الموسى قتل خارج يعني جدران الفيلا، قتل خارج الفيلا، خارج المنزل، خليني احكي هذا الكلام. يعني الشخص اللي شفناه في الفيديو ده مش هو محمد الموسى؟ لا يقينا ولا ظنا؟ يقينا. طب جبت اليقين ده منين؟ وعندنا اكثر من شخص قام بالدور، يعني مو شخص واحد. انا هي المعلومات بعتقد هلا بتركها لل يمكن لمناسبة تانية نحكي بكل التفاصيل، بس أنا مسؤولة عن هذا الكلام، وطبعا والدليل موجود، فأنا عندي أكثر مشكلة. يعني أنت عندك دليل على أن الشخص اللي ظهر في الفيديو ده مش هو محمد الموسى؟ هل لديك دليل على ذلك؟ نعم. يعني اللي أفهمه من حضرتك إن قضية مقتل الموسى هي وراها قضايا أكبر ربما لم تظهر لي العلن؟ نعم، والأيام الجاية القليلة رح تثبت هذا الكلام لبعض القضايا اللي سببت يعني أو قد تسبب إلى دمار لبنان. وأنا بدي يعني بناء على إيه يا دكتورة استندتي للتحليل ده؟ هذا منه مجرد تحليل، هذا مجرد في وقائع وفي حقائق وفي أدلة تثبت هذا الكلام، واللي هي سبب واحدة منها هي سبب مقتل أو قتل الشاب السوري محمد الموسى اللي كان عنده اطلاع. وإذا أنا كان كلامي اللي مبني على قناعات يعني على معطيات غلط، أو في إسا معطيات ممكن تظهر مرة تانية، ممكن تظهر وبتنفي هالكلام اللي أنا عم أقوله والمعطيات الموجودة، أنا رح كون مع المعطيات الجديدة. يعني أنا هون ماني عم دافع عن قضية الشاب محمد الموسى ضد دكتور فادي الهاشم، هي ليست مسألة شخصية، أنا أخذتها هي مسألة حق وعدالة. إذا كان بعدين أنا كل الاستنتاجات والبحث اللي أنا عملته تظهر معلومات جديدة تنفيه أو بتغير مجال التحقيق، أنا رح كون أول شخص رح تتغير وجهة نظري ورح أرجع عيد البحث والتحليل لإظهار الحق. يعني من بعد ما تبهدل الدنيا وتقول إنه كلامه مش مجرد استنتاجات بل أدلة وإثباتات، بتطلع بتقول إذا ظهرت معطيات مخفية بتنفي كلامها وبتبين أنه كان مبني على قناعات ومعطيات غلط، هي رح تكون مع المعطيات الجديدة؟ يعني بتوسخ تتشبع وبالآخر بتطلع منها نظيفة ومهففة؟ طيب شو منعمل؟ طبينا الشنطة على أساس حلقة أخذتنا عم حكي بتحول الإنسان بسويسرا، حلقة أصبحت فضيحة على الساحة الموسية، وأنا الأوان لعائلة الموسى إنه يزحطوها مثل ما زحطوا رهب بطار قبله، لأنه فاتت مدتها وانتهيت صلاحيتها، فأكرم لهم يفتشوا على وحدة تالتة إلا إذا كانت مهازي الحلم نسبتهم أكتر.